أهلا ومرحبا بكم مجددا. اليوم عدنا لكم بهذا العود الفخم الجميل جدا الأنيق شكلا وصوتا وكل شيء ما شاء الله، وأداء أيضا أكيد. خلونا أن نقول مواصفاته. عندنا الوجه من السيدر درجة أولى، الزخارف حول الشمسية والقمريات من السيسم، المسطرة من السيسم، المفاتيح أبانوس درجة أولى، الظهر من السيسم درجة أولى أيضا بالكامل. لاحظوا معي روعته وجماله وأناقة هذا العود. قياسات هذا العود: العرض 36.5 والعمق 19.5 والزن 19.5 وعرض العظمة 3.9. الآن نجد اختبارات مختلفة في هذا العود. الأوتار بالمناسبة من الكروشنر دوزان دودو. Thank you.
بنكون وصلنا لختام عرض هذا العود الجميل، والآن يجي الاختبار الأخير وهو العزف على الفينجر بورد. كان وقاكم على خير، إلى اللقاء.